احنا بقى مش عارفين نوقع الاسم منصور ده ونخليه يعترف. يعني هو مفيش حد ناصح فيكوا يعرف يوقعوا في الكلام؟ يا بنتي ما هو عارفنا كلنا، انا وبابا واخواتي من ساعه ما روحنا حفله ترقيه ماما. طب بقول لك ايه، انا عندي الحل. عندك الحل ولا زي المره اللي فاتت يوم الاسم؟ ايه اللي حصل في الاسم؟ ولا حاجه، قعدتي تتقنعري وتقولي يا عمو اللواء فلان العلاني قريبنا هيجي وينقذني وبتاع، وفي الاخر ابوك الحاج كان فاضل له تكه وينزل معانا الحجز. وانا اعمل لكم ايه بقى ان شاء الله لما تبقوا عيله رد سجون؟ على الاقل مش عيله هفأ بيتحط علينا في فلل. ايه الالفاظ المقرفه اللي انت بتقوليها دي؟ anyway انا قلت لك ان انا عندي الحل. بكره هنتقابل في الرسم بتاعي وهقول لك على الخطه. بس بقول لك ايه، انا عايزاكي تجيبي عزيز معاكي. اشمعنى عايزة عزيز يعني؟ على فكرة عزيز أصغر منك بثلاث سنين. مش فاهمة، وإيه علاقة ده؟ فهمتك يا حبيبتي. أنا فردت جزمتي أنضف من عزيز بتاعك ده. على فكرة أنا ممكن أغلط فيك، بس أنت عندك حق على فكرة. طب أنت عايزاه في إيه؟ كفاية أسئلة بقى، ما قلتلك بكرة هتعرفي كل حاجة. إيه الزهق اللي أنا فيه ده؟ باي باي. إف حسابي معاكي بعدين. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.